هي وصلت لإيه دلوقتي؟ وصلت إن 60% من الدخل القومي للمغرب من صناعة السيارات. وبدأ إمتى حضرتك؟ 60%. بدأ إمتى الكلام ده؟ الكلام ده من 2004. 2004، ما أنا بس بسمع تاني. فأنا عايز أقول لحضرتك 60% من الدخل القومي للمغرب حضرتك سيارات. وبقايم صناعة. السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في قناتكم وقناه نيوز في الخبر. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير اصدقائي. في هذا الفيديو تشوفوا الاعلام المصري خرج كيتكلم على المملكه المغربيه وصناعه السيارات في المملكه المغربيه، وكيفاش يعني ان المغرب ولا رائد في هذا المجال هذا، وان تقريبا 60% من الصادرات نتاع المملكه المغربيه كتوصل حتى ل 60% من صناعه السيارات. وكذلك حنا كنعرفوا باللي المغرب ولا كيصنع تقريبا 700,000 حتى 800,000 سياره في السنه، وخلال يعني من هنا 2025 المغرب غيوصل للمليون، ولولا كانت يعني ظروف ديال كورونا كان كل وصل ليها في 2023 ولا 2022. حنا كنعرفوا المغرب خدا واحد استراتيجيه لبناء مغرب اقتصاد قوي وتوفير فرص الشغل، وهذا الشيء اللي خدام عليه المغرب وغادي في الطريق الصحيح. كنشوفوا ان دوله مصر يعني كتحاول ان تقام راسها معنا وبغات تستافد من التجربه ديال المملكه المغربيه. ملك محمد السادس خدا واحد الاتجاه وهو الاصلاح وبناء مستقبل المملكه المغربيه، وبغى يحتل المنطقه المغاربيه، ولكن ما لقاش معامن، ولكن المغرب راه خدام عليه. ويعني حنا كنشوفوا مؤخرا ان جوج سيارات 100% مغربيه اللي هي شركه نيو وشركه ناميكس. اصدقائي كنتمنى من هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، غادي يخليكم تفرجوا فيه، ما تنساوش تخليوا الاراء ديالكم في التعليق، اللي ما شافش القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصلوا جميع القناه. انا نقول لكم تلقوا من بعد الفيديو، والسلام عليكم. متفقين مصر فيها ازمه اقتصاديه. الولايات المتحده الامريكيه فيها دلوقتي ركود فيما يرتبط ببيع العربيات، بيرخصوا العربيات هناك علشان عندهم ركود ومفيش اقبال على شراء العربيات بالارقام اللي كانت السنه اللي فاتت. كويس؟ انا الازمه موجوده بقى باشكال مختلفه في بلاد مختلفه. انا ليه ما بستفدش مثلا باللي حصل في المغرب؟ يعني المغرب دي فيها تجربه كويسه جدا. تجربه رائعه. وتخليني ابص عليها دلوقتي وانا في ازمه. وهبص عليها وانا في ازمه وهبص عليها بالارقام. يعني حضرتك احنا اما نقول تجربه المغرب بعد اتفاقيه اغادير. انا بستورد منهم عربيات وكنت باخدها حاجه جميله جدا. بس كان حاطين لك حته كده صغيره قوي يعني كده، ويجي لك قفعات جمركيه زيرو. ان هو حسب اتفاقيه اغادير حضرتك. أغادير كانت حضرتك اتفاقيه اغادير دي كانت في 22/2/2004. كان مين اللي راكب اصلا في الليله دي كلها؟ مصر. عندها 18 مصنع، عندها كذا، عندها كذا. فهي هنا حصل ايه؟ المغرب بدأت تدي تسهيلات استثمارية، إعفاءات ضرائب، إعفاءات كذا، خط سكة حديد من المينا لغاية المصانع الموجودة في طنجة. ساعدت الأستاذ عبد المنعم. يا فندم؟ كانت بتساعد اللي زي الأستاذ عبد المنعم. جدا. خد بال حضرتك أنت إزاي؟ هنا بقى جذبت مين؟ جذبت حضرتك مصانع، أقول الأسماء، رينو، نيسان، بيجو، وبعدين فولكس فاجن، بي واي دي، وتيوتا. يعني عندهم عندهم المصنعين كده. شكرا. من كل حته، من كل حته، الصيني والاوروبي تمام والياباني خلاص كده حضرتك جذبتهم. نشوف بقى حضرتك هي وصلت لايه دلوقتي. وصلت ان 60% من الدخل القومي للمغرب من صناعه السيارات. وبدا امتى حضرتك؟ 60%. بدا امتى الكلام ده؟ الكلام ده من 2004. 2004، ما انا بس بسمع تاني. فانا عايز اقول لحضرتك 60% من الدخل القومي للمغرب حضرتك سيارات. وبقايم صناعه. من التصدير. من التصدير كمان، وده اللي انا بتكلم فيه حضرتك يا فندم. انتجوا صدروا هيجي لك دخل. انتجوا صدروا، انت صدر من عندك من المصانع. هو احنا دايما عندنا مشكله في موضوع التصدير ده، انه على حسب حضرتك صحح لي، انه العربيات في الاتفاقيات اللي بتتعمل مع الشركات اللي بتصنع ايوه بتفرض عليك انك ما تصدرش. ايوه مظبوط. وده بيخليني انا بقى كمستهلك اقول لك العربيه بتاعتك دي شكلها اصلا مش معموله بنفس الجوده، فما بتفتحلهاش اسواق بره. ده جوز القصه. بس خلينا اعقب على موضوع فضل. تجربه المغرب، لان الناس كلها مش واخده بالها ازاي المغرب بدات. المغرب بدات اولا بكميه مثلا 200,000 عربيه في السنه تجميع، كلها تجميع. محدش كان بيلومهم ساعتها وكان هم صح، بس فوليوم حجم صح. وبعدين تطوروا بقى مثلا 400,000 عربيه. بدا بقى الصناعات المغذيه تيجي ويبقى عندهم صناعات مغذية اللي هي الأساس. إنها في الأول أول ما بدأوا مش في صناعات مغذية. كل ما الفوليوم يزيد كل ما يحتاج بقى فكرة الصناعات المغذية يزيد أكتر. عكس عندنا 18 مصنع كان بينتجوا كلهم 200,000 عربية، وساعات ينزلوا أقل، ما وصلناش يمكن 400,000 عربية. وده كانت أكبر غلطة. 18 مصنع كانت بتنتج 5,000 عربية في السنة. 5,000.
هي دي الغلطه الفظيعه. الفوليوم ده ما خلاش صناعه المغذيه تتطور طبعا، انما اول ما المغرب كل ما تزود صناعه المغذيه تيجي تقل، يبقى ده هي دي الصناعه، وتخلي الناس تانية تيجي. يعني السياره تيجي عليها صناعه مغذيه، صناعه مغذيه بقت اساس بقى كامله تتحرك، تيجي عربيه سيارات اخرى وهكذا. فالتجربه كانت ناجحه جدا على الفوليوم، والفوليوم عمال يزيد، وهو دي دعم لصناعه السيارات. عكس عندنا وصل ايه بقى بنعمل ايه دلوقتي؟ في نموذجين اعلنوا عنهم، واحده كهربائيه الكهرباء والواحده بالهيدروجين الاقطاب. ما هو كل ده بقى كل ما ده يعمق وبيعمق في الصناعات المغذيه، بيعمق في الديفلوبمنت في التطوير بالظبط، لانه خلاص بقى متمكن. احنا ما عملناش كده. هو الفرق بالنسبه لي برضو، انا دايما النهارده في دول ممكن اسال سؤال على موضوع المغرب. أقول ماذا يفعل المغرب؟ هل عندكم معلومات؟ انا عندي انا عامل طب نسمع الناس بس، هل عندك معلومات المغرب بتعمل ايه؟ وهرجع اسمع حضرتك. في اتفاقيه بيننا وبين المغرب، اتفاقية شراكة بيننا وبين المغرب، اللي هي المغرب وصلت كده ازاي؟ ده سؤالها. المغرب يعني في، انا بتكلم بخصوص السيارات، ففي اتفاقية بيننا وبين المغرب، فبرضه في تخفيض في الضريبة الجمركية على السيارات. لا، هو حتة موضوع المغرب وصلت كده ازاي؟ المغرب وصلت كده لأن طبعا الدولة نفسها تدخلت في هذه الصناعة. يعني بمعنى ان هي سهلت على المستثمر ان تديله أرض موافقة بدون أي تكاليف عشان يبدأ صناعة. دي جزء. تاني حاجة أجلت له الضرائب والجمارك على الصناعة. ثلاثة، ساهمت في ترويج المنتجات سواء داخليا أو خارجيا. أربعة، إدت فرصة إن الناس العمالة وإن الناس تاخد خبرة عشان تستفيد وتفيد. فالنهاردة لما الدولة تدخلت بنفسها في صورة الدولة في إن هي مش تمويل، وليش تمويل، هي ساهمت تسهيل الإجراءات. طيب مستشار أسامة، أقول لحضرتك التجربة المغربية هي وصلت للي وصلته إزاي وداخلة على مليون عربية ليه. واحد، هي ما خفضتش الضرائب، هي لغت الضرائب لمدة 25 سنة. واحدة، وفرت بنية تحتية، أول عربية بدت بيها كانت العربية اللوجان، العربية من أصل فرنسي. جابوا يعني القرار، دايما تصنيع السيارة هو قرار سياسي، هو قرار دولة. جابوا النهاردة الشركة الفرنسية، إيه شروطكم؟ وفروا لهم ضرائب، شالوا الضرائب، بنية تحتية، كل اللي يطلبوه، أي شيء يطلبوه. 10 طلبات كانوا طالبينه، وكان المغرب لهم شرط واحد مقابل العشر شروط. وهو ولا هو ان اي عربيه رينو لوجان تطلع من المغرب، تطلع من المغرب، ما تطلعش من اي مكان تاني في المغرب. عشان كده السنه اللي قبل اللي فاتت، لما من الرينو لوجان بس كان في 383 الف عربيه، كان في 363 الف عربيه للتصدير الخارجي و20 الف عربيه للاستهلاك المحلي. اكتر ثلاث دول استوردوا كانت اول دوله هي فرنسا البلد الام. وفرت المغرب النهارده بتصدر 11 مليار دولار. لو احنا النهارده ركزنا في ملف التصدير، ما انتظرناش 10 سنين عشان نعمل استراتيجيه سيارات، ما كانش عندك النهارده مشكله في الدولار. انتوا بتقعدوا في قصه تصنيع السيارات، هل استراتيجيه تصنيع السيارات فيها هذه التسهيلات؟ بصي، طبعا الاستراتيجيه الجديده اللي اسامه بيقول عليها دي، احنا طبعا بقالنا 10 سنين واكتر من 10 دقائق، وصلنا 1960. المشكله كلها حضرتك ان هي كان دايما بتبص على حته واحده، انت هتصنع وتصدر وتصنع وتكمل كام عربيه، وبعض الشركات هتشتغل وبعض المصانع هتشتغل ومصانع اخرى لا. الاستراتيجيه الجديده لا، ساعدت على ان هي ساهمت على ان اي حد يقدر يصنع، بس بتختلف الحوافز التشجيعيه. النهارده لو انا قدرت اطلع من 45 ل 60%، كل واحد حسب امكانياته، واحد يطلع ب 2% من مكون الانتاج، نسبه التصنيع، مكون الانتاج. انا النهارده لو قدرت اعلى من 45 ل 60% هاخد حوافز تشجيعيه، وكل واحد حسب نسبته. لو قدرت اصدر عربيات هاخد حوافز تشجيعيه، صنعت عربيه كهربائيه هاخد حوافز تشجيعيه، زودت استثمارات هاخد حوافز تشجيعيه، وكل واحد يعني حسب. يعني هو كده. يفضل انك حوافز تشجيعيه تبقى كروس ذا بورد كده للكل، فالدنيا في حوافز تشجيعيه بتديها الدوله، بتدعم من الصدر سواء في التصدير، عايزين نعمل الصادر نفسه عشان نعرف الصادر، بتدي نسبة الصادر حوالي 8% على الصادرات. أصدقائي ومرحبا بكم مرة ثانية على قناتكم يسر الخبر. كانت من هذا الفيديو أنه يكون الإعجاب ديالكم، وكيف ما شفتوا الإعلام المصري ومصر منبهرة من المملكة المغربية في صناعة السيارات. احنا كنعرفوا بأن المغرب هو رائد وفي هذا المجال هذا في إفريقيا، وهو من يقود إفريقيا في هذه الصناعات. أصدقائي، كنتمنى من هذا الفيديو أن الإعجاب ديالكم، ما تنساوش تخليوا الآراء ديالكم في التعليق، لما تشتركوا أنت تشترك في القناة، ولا عجبكم هذا الفيديو كثر من اللايك والبارطاجي يوصل لكاع المغاربة أنحاء العالم. حتى لهنا نقول لكم خوتي العزاز، تلقاو في فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.